صبحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام في صباح يوم جديد يجمعنا معكم دائما على الخير والمحبة لنا على شاشة الجميع الشرقية من كلبا. أهلا بكم مشاهدينا، وبالتأكيد نبدأ هذا الصباح في نهاية الأسبوع بكل طاقة إيجابية وحب وسعادة، نكمل به المسير نحو تطلعاتنا وطموحنا بإذن الله. ومشاهدينا الكرام من هنا نبدأ معكم بالعناوين. العمل التطوعي ودوره في تعزيز التكافل المجتمعي. الإسعافات الأولية للمرضى المصابين بكسور. وأخيراً ركوب الدراجات الهوائية هواية تجذب الشباب. إذن مشاهدينا هذه هي حصيلة العناوين لهذا اليوم، نتمنى أن نوفق بطرح هذا المضمون وأن نكون معكم رفقاء متميزين طوال هذه الساعة الصباحية. كما نذكركم بأنه يمكنكم متابعتنا عن طريق منصة وتطبيق مرايا التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون من خلال تحميل التطبيق مجانا على الهواتف الذكية عن طريق الرمز الظاهر أسفل الشاشة أو عبر الموقع الإلكتروني أو على منصات أجهزة التلفاز الذكية. مشاهدينا الكرام هذا التطبيق يوفر لكم متابعة جميع قنوات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وكذلك البرامج باختلافها ومحتوياتها. نتمنى لكم الفائدة والمتعة من خلال هذا التطبيق. أما الآن مشاهدينا الكرام نبدأ معكم أولى فقراتنا في صباح الشرقية وهي فقرة الصحف، ودائما ما ننتقي لكم أبرز الأخبار في صحفنا المحلية. وخبرنا الأول من صحيفة الخليج، خريجو كلية العمارة في أمريكية الشارقة يصممون حديقة تقدير. وفي تفاصيل الخبر، افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومؤسس الجامعة الأمريكية في الشارقة نهاية الأسبوع الماضي حديقة تقدير تكريما للإسهامات الكريمة التي قدمها أصدقاء الجامعة وشركاؤها وخريجوها في دعم مسيرتها التعليمية. جاء افتتاح الحديقة احتفالا بالذكرى السنوية 25 للجامعة التي أضحت واحدة من المؤسسات التعليمية الرائدة في المنطقة. وتتماشى الحديقة التي صممها خريجو العمارة من كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعات إيمان شفيق 2019 وسمر كشانة من سويرش هي وأيضا كان في عام 2020 مع رؤية صاحب السمو بإنشائه ومؤسسة تعليمية متميزة على خلفية التاريخ الإسلامي وفي سياق تطلعات المجتمع المعاصر في دولة الإمارات والمنطقة والخليج واحتياجاته. أما إلى خبرنا التالي مشاهدينا الكرام من صحيفة الخليج، ابتكارات طلابية تعزز جودة حياة مرضى السرطان. وفي تفاصيل الخبر، كرمت جمعية أصدقاء مرضى السرطان أصحاب التطبيقات الأكثر ابتكارا من بين طلاب الدورة الثالثة من مسابقة أنا أبتكر والتي شارك فيها أكثر من 150 طالبا وطالبة من 6 مدارس بالشارقة. تدربوا على تطوير تطبيقات ذكية لزيادة التوعية بالسرطان والكشف المبكر عن المرض، وأتيحت الفرصة للمتنافسين لعرض تطبيقاتهم على لجنة من الحكام المتخصصين، وتنوعت الجوائز التي قدمتها الجمعية للمتأهلين إلى المرحلة الثانية من المسابقة، وكان ذلك بين حواسيب محمولة وميداليات وكؤوس وكذلك شهادات. وكذلك فاز بالمركزين الأول والثالث في الفئة العمرية من 15 حتى 17، وكذلك الطلاب الذين عملوا على تطبيقات من شأنها تعزز هذه المكانة لهذه التطبيقات ودورها الكبير في إتاحة الفرصة للكشف المبكر عن هذا المرض. وكما صمم التطبيق الأول لمساعدة الأشخاص الذين يكافحون السرطان من التركيز على الصحة العقلية والجسدية للمريض، إضافة إلى جودة حياته الاجتماعية والعاطفية، في حين يحسب التطبيق الثاني جرعات الأدوية ويعمل على تركيز المريض بزيارة الطبيب إذا لزم الأمر.
أما إلى خبرنا التالي مشاهدينا الكرام من نفس الصحيفة، سيوة وشرطة الشارقة تبحثان تعزيز التعاون. وفي تفاصيل الخبر، استقبل عبد الله عبد الرحمن الشامسي مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة سيوة بالمقر الرئيسي للهيئة وفدا من القيادة العامة لشرطة الشارقة برئاسة مدير عام العمليات الشرطية العميد أحمد السركال، وعزز من خلاله العمل المشترك والتعاون والتنسيق لخدمة منظومة تأمين المنشآت وتطوير واستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في تأمين المنشآت والأفراد وحمايتهم. وكذلك نوقش أعداد في مذكرة تفاهم مشتركة بين الطرفين لتسهيل المهام على مستوى الإمارة، وبناء عليه يشكل فريق عمل مشترك للتنسيق المستمر في مجالات إنارة الشوارع والمباني في المناطق الحيوية والربط الإلكتروني لتبادل البيانات والمعلومات التي تسهم في سرعة الإنجاز وتيسير الإجراءات. مشاهدينا، كانت هذه حصيلة الأخبار لهذا الصباح من صحفنا المحلية المتعلقة بإمارة الشارقة والمنطقة الشرقية التابعة للإمارة الباسمة. أما الآن نذهب معكم لنتعرف على درجات الحرارة وحالة الطقس. إذن مشاهدينا، هذه درجات الحرارة وحالة الطقس لهذا الصباح. وأعتقد في اليومين الماضيين كان هناك تغير في درجات الحرارة، اعتدال نوعا ما في درجات الحرارة، أو أعتقد لربما قلت درجة البرودة في بعض المناطق في دولة الإمارات، ولم يعد هناك ذاك البرد الذي يشعر الإنسان بأنه يريد الدفء ويريد الأماكن المنغلقة والتي لربما يدفأ فيها جسم الإنسان. طبعا لهذا السبب راح نتعرف معاكم أكثر على حالة الطقس خلال نهاية الأسبوع مع الإخوة في المركز الوطني للأرصاد الجوية من خلال هذه المداخلة الهاتفية. أصبح بالخير على المتنبئ الجوي جميع الضنحاني. يا مرحبا بك يا جميع، وصبحك الله بالخير. الله يرحبك على فضله، صباح النور. يا مرحبا، صباح الورد. طبعا بداية من الصباح الباكر ما شاء الله شفنا يعني تكون بعض الغيوم على بعض المناطق في المنطقة الشرقية، هل هناك إن شاء الله توقعات لسقوط أمطار؟ وحدثنا بشكل عام عن حالة الجو والطقس في هذا الصباح. الله يسلمك، فعلا نعم، كان في سحب منخفضة على امتداد الساحل الشرقي، نفاف بس المتوقع، سقوط نفاف على الساحل الشرقي، وتواجد السحب المنخفضة مستمر إن شاء الله خلال اليومين القادمين والسلاسل الجبلية أيضا للمنطقة الشرقية. بالنسبة لحالة الطقس، في دفء خلال النهار تكون خاصة المناطق اللي هي الداخلية والصحراوية مثل ما شعرنا فيه وذكرت أخوي الكريم، في كان ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. بالنسبة للساحل الشرقي في طبيعي يعني حول معدلاتها، بالعكس في انخفاض بيكون خلال الليل وصباح الغد. إن شاء الله خلال اليومين القادمين إن شاء الله من صباح السبت تنشط الرياح الشمالية وبتعاود انخفاض الحرارة مرة ثانية بنشعر فيه، خاصة على المناطق الساحلية والداخلية. لذلك بيرتفع موج البحر يوم السبت بالنسبة لإجازة نهاية الأسبوع مع اليومين القادمين.
لا تغير ملحوظ، ما عدا اللي هو نشاط رياح الجنوبية، الرياح السهيلي كمان نلاحظها حاليا، الجنوبية الشرقية رافعة درجات الحرارة خلال النهار، وخلال الليل يكون معتدل الحرارة ومائل إلى البرودة على المناطق اللي هي الصحراوية والمناطق المرتفعة اللي هي مثل قمم الجبال العالية، مثل اليوم سجلت عندنا أقل درجة حرارة 8 درجات على جبل جيس. أيضا البحر بيكون مناسب للأنشطة البحرية خلال اليومين القادمين، ما عدا يوم السبت بيرتفع في شمال الخليج العربي. اللي بيطلعون خلال إجازة نهاية الأسبوع نتمنى لهم إجازة سعيدة، الأنشطة الخارجية، الفعاليات الخارجية سواء التنزه أو يطلعون على البر أو البحر، الطقس مناسب لهذه الأنشطة بإذن الله تعالى، ونتمنى لكم إجازة سعيدة وتستمتعون بها مع هذه الأجواء الدافئة خلال النهار والمعتدلة ليلا، وما زلنا بعدنا في أجواء شتوية، وإن شاء الله البرد بيعاود، يعني لا تقولون الجو حاليا دفى شوية، بترجع إن شاء الله انخفاض الحرارة وبنشعر في البرودة في الأيام القادمة بإذن الله تعالى. هذا والله أعلم، تحياتنا لكم من المركز الوطني للأرصاد. مشكور يا أخوي جميع الضرحاني على هذه المداخلة الهاتفية وتوضيحك لنا لطبعا حالة الطقس والتوقعات لهذا الصباح والأيام القادمة إن شاء الله في إجازة نهاية الأسبوع. أعتقد نحن ما نبغي أكثر عن شيء، يعني أجواء غائمة ونفاف ودرجات حرارة معتدلة، وكذلك حالة البحر ينصح بممارسة السباحة أو بعض الرياضات البحرية إذا أردت أن تمارس الصيد، ركوب الدراجات المائية وغيرها من الهوايات والرياضات التي تمارس في البحر. فإن شاء الله راح تكون إجازة ممتعة سعيدة على الجميع، يستمتع فيها كل من يريد أن يجدد طاقته، يجدد حياته، يجدد ما في داخله من حب، ولربما طاقة يستكمل فيها إن شاء الله ما سيأتي في الأسبوع القادم بإذن الله.